سلام ولكن روح القدس عاملين ايه يا احبابي؟ يا رب تبقوا دايما كويسين ومبسوطين وفرحانين. انتوا وحشتوني خالص خالص. لا يا ولاد، مين عاوز يركب مركب؟ مين بيحب يركب المراكب؟ انا عن نفسي بحب اركب المركب، بس مينفعش اركبها لوحدي. وانا صغيرة مكنتش اقدر خالص اركب مركب لوحدي، كنت بخاف لان لازم يبقى معايا حد كبير، يا اما بابا يا اما ماما يا اما اخويا الكبير، اختي الكبيره، حد من قرايبي. كنت بخاف خالص، خفت المركب تمشي ولا جرالها حاجه، لازم يبقى معايا حد كبير عشان احس بالامان وابقى مطمنه. زمان ما كان بابا يسوع عايش معانا على الارض، ما كانش فيه بقى عربيات، ما كانش فيه مترو، ما كانش فيه طياره، ما كانش فيه باص، كانش في اي مواصلات خالص غير اللي هيمشي في البحر يركب مركب، واللي هيمشي على الارض يركب يا حصان يا حمار يا جمل. كانت هي دي الحاجات اللي موجوده زمان. فكان بابا يسوع دايما بيحب يطمن على الناس ويلف عليهم في البيوت ويسأل عليهم، وما بيحبهم يسوع بيحب كل الناس اللي حواليه، بيحب يسأل عليهم ويطمن عليهم ويحكي معاهم. كمان لما كان اي حد منه بيحتاج حاجة كان بيعملها له، اي حد كان عيان كان يقدر يشفي. يسوع كان حنين جدا على كل اللي حواليه. في مرة بابا يسوع كان في المركب وهي كانت في البحر، وقف كده في المركب وكان عمال يكلم الناس اللي بتحبه ويقول لهم على حاجات يعملوها وينبههم على حاجات، وازاي يحبوا بعض وازاي يدوا الفقراء وازاي ما يكرهوش الناس، ولازم نبقى حلوين كلنا. كان دايما بيحكي لهم على الحاجات الحلوة. بعد ما خلص الحكاية الكلام معاهم، طلب من التلاميذ اللي كانوا معاه في المركب، قال لهم يلا بقى ندخل وسط البحر عشان نروح للبلد التانية اللي احنا هنروح لها عشان نكلم الناس اللي في الأرض. بابا يسوع كان بيحب يزور الناس كلها ويتكلم مع الناس كلها، بالذات الأطفال الصغيرة، كان بيحبهم جدا جدا ويحب ياخدهم في حضنه. بابا يسوع حنين جدا عليه. فركبوا المركب ودخلوا جوه البحر شوية. بابا يسوع قال لهم أنا بقى هريح شوية، لأن طول اليوم واقف وتعبت، أنا داخل أريح شوية في السفينة مكتوفة. دخل بابا يسوع جوه ونام ونعس خالص، والتلاميذ كانوا عمالين يمشوا بالمركب ويتفرجوا على البحر الهادي الجميل ويتفرجوا على السما الجميلة الصافية، مبسوطين خالص وكانوا الجو جميل خالص. لكن فجأة حصل حاجة غريبة جدا، فجأة الموج عالي جامد جامد، والهواء بقى شديد جدا جدا وصوته قوي يخوف خالص. فاكرين من كام يوم يا ولاد لما سمعنا صوت المطرة والرعد؟ ساعتها التلاميذ سمعوا الأصوات دي وهم في وسط البحر وهم في المركب، وخافوا جدا جدا واترعبوا، والموج بقى يخبط في المركب ويخبطها شمال ويمين ويدخل المية جواها، كانوا خايفين ومرعوبين خالص. هو ينفع يخافوا ويترعبوا معاهم بابا يسوع؟ هما ما فكروش في كده خالص، فكروا في نفسهم بس. لكن واحد من التلاميذ راح جري على بابا يسوع، قعد يصحيح يقول له يا معلم يا معلم يا يسوع من فضلك قوم انقذنا. قال في ايه اللي حصل؟ قال له انت شايف الدنيا بقت عامله ازاي؟ الموج بقى عالي والهواء بقى جامد واحنا خايفين نغرق خالص خالص. راح يسوع وقف على المركب من فوق وراح البحر، رفع ايديه للبحر وقال للبحر اسكت. فعلا البحر سمع كلامه وسكت، وقال للهواء يهدى، وبرضه الهواء سمع كلامه. التلاميذ استغربوا خالص، هو ازاي يسوع عنده القوة والسلطان ده ان حتى الطبيعة تسمع كلام؟ احنا عارفين ان يسوع هو اللي خلق ده كله، علشان كده كل الخليقة مطيعه وبتسمع كلامه. بابا يسوع بيحبنا خالص، بيقول لنا ان انتوا ما تخافوش ابدا، بيقول ثقوا انا هو لا تخاف، ما حدش يخاف خالص وانا معاه. لو انا في الضلمه والنور قطع مبقاش نفس الصليب، بيقول بابا يسوع قال ثقوا انا هو لا تخاف. لو انا حصل اي مشكله عندي في البيت وانا زعلان وبعيط لواحد اقول لا لا انا بعيط ليه؟ بابا يسوع قال لي ثقوا انا هو لا تخاف، ما تخافش ابدا ابدا. احنا عارفين بابا يسوع بيحبنا
معانا على طول، ما يسيبنا ابدا ابدا. وانا عايش في سلام، ولا هزعل ولا قشر.